السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا البارتي الثانيه الخاصه باللي تيم برينسيبو ديال لابواط ميرفي ديال احمد الصريوي. ديجا شرحت لكم طريقه الاشتغال على البروديكسيون كريت اللي خصكم ديروها هاد السنه هذه منذ البدايه الا بغيتو تمشيو مزيان وما تلقاوش حتى شي مشاكل، وما يجي ان شاء الله فين وصل الامتحان الجهوي حتى تلقى عندك فكره عامه على الروايات وعلى البروديكسيون اكريت. قبل ما نبدا لي تام اللي كاينين في هاد لي كاتخو شابيتر اللي غادي نديرو في هاد لا فيديو اللي هما لو شابيتر 5 6 7 و 8، كنتمنى انكم تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين. وندوزو مباشره باش نبداو لي تام برينسيبو ديالنا. اهم موضوع ديالنا واللي ناقشوا لينا احمد الصفريوي في هاد لي شابيتر عندنا لا سوليداريتي. لا سوليداريتي التضامن، ديجا عطيته لكم في الفيديو السابق، يعني كان حتى هو موضوع في الفصول السابقه وكاين حتى في هاد لي شابيتر. لا سوليداريتي هنا التضامن اللي كاين ما بين الفقيه وما بين لي زيلاف ديال المسيد اللي قال لهم غتقولوا الوالدين ديالكم، يعني كل واحد يجيب اللي قدر عليه باش يقادوا المسيد. هذا غيجيب زيت العود، هذا غيجيب هادي، المهم باش يحلق على المسيد اللي كيقراو فيه. وعندنا ثاني لا سوليداريتي التضامن من نيمات داك سيدي محمد بن طاهر، يعني مشاو باش يواسيو السيده ديالو، يعني وبكاو معاها وداروا كاع داكشي اللي خصو يدار اللي كيديروا الناس ديال بكري والجوره ديال بكري. يعني ملي كيموت شي حد يعني داك الاهل ديال داك الشخص ما كيديروا والو، الناس والجيران هما اللي كيتكلفوا وكيقوموا بداكشي اللي خصو يديروا. عندنا لو تيم ديال لا ليبرتي، يقدروا يعطيوكم، نقول لك مثلا واش الطفل او الشاب نقدروا نعطيوه حريه مطلقه ولا حريه اللي هي محدوده. عندنا ثاني لو تيم ديال الفيولونس اللي ديجا شفناه في لو شابيتر 1 2 3 4. الفيولونس هنا عندنا الخصام اللي كان ما بين زينب وما بين سيدي محمد. سيدي محمد كيصحاب ان داك لوشا ديال زينب يعني محرشاه زينب باش ياخذ لي ديك السلسله ديالو، هي فاش ضارب معاها وتما فين مجسد عندنا الفيولونس. عندنا لو مارشونداج، لو مارشونداج يعني شي واحد اللي كيعرف يتاوى وكيعرف يشري مزيان، يعني ماشي البخي اللي قال لي داك السيد كيشري بي. يعني هنا نقدروا نقولوا الا بغينا نبدلوا المارشونداج نقولوا نيغوسياسيون دي بري، يعني شي واحد اللي كيبقى يتاوى على الثمن ديال السلعه. لا لا زبيده ملي بغات تشري الحوايج لسيدي محمد ماشي الثمن اللي كيقول لي داك السيد كتعطيه لي، مي كتبقى كتاوى وكتعطي واحد الثمن اللي هو هابط بزاف وفي الاخر كتشري داكشي اللي بغات. قدروا يقول لك واش مزيان الام دير هذه الطريقه هذه باش مثلا تشيط الفلوس وتعاون العائله ديالها، او لا ما خصناش نبقاو يعني نيغوسيو بزاف. عندنا ثاني لافيت عاشوراء، يعني يقدروا يقول لكم قارن لي الاحتفال بعاشوراء شحال هادي والاحتفال اوجوردوي، يعني الاحتفال شحال هادي ماشي بحال دابا، يعني دابا قليل الناس اللي باقا كتحتفل بعاشوراء، وبكري يعني كان واحد الطقوس اللي هي محدده اللي بدات كتنضاطر شيئا فشيئا، يعني بقاو منها غير شي حوايج اليوم بساط. عندنا تاني لو كوميراج، لو كوميراج هي تاني النميمه، كنبقاو شادين الهضره في شي حد ما كاينش معانا. رحمه في هاد لو شابيتر 6 بقات شاده النميمه في داك لونك العثمان اللي مجوج بلاله خديجه الشابه، وبقات كتعاود على القصه ديالهم. واحد الطريفه حضرات ليها وشافتها بعينيها بقات كتعاودها العيالات ديال دار الشوافه. عندنا تاني لو تيم ديال فيولونس سكولير، العنف المدرسي، يعني الفقيه يعني كان كيمارس واحد العنف على التلاميذ. ملي تحول داك المسيد لمكان واحد اخر سيدي محمد فتحات ليه الشهيه ديال القرايه، والفقيه ما بقاش كيستعمل العصا، يعني الفقيه ما بقاش كيضرب، والمكان ديال ليكول تبدل. سيدي محمد ولا كيحفظ وهو ولا باغي يقرا بواحد الاريحيه كثيره، ولا كيعجبو يمشي لهاد المكان الجديد اللي ولا المدرسه ديالهم، حيت كان الصهد والمسيد يعني ولا حار بزاف، تحولوا لواحد البلاصه في واحد الدار تما فين ولاو يقراو مؤقتا. عندنا لو تيم ديال لاشا دي بيجو بوغ لي جور ديفيسيل، يعني شراء بكري كانوا الناس كيشريو كما كنقولو كيحطو فلوسهم في الذهب، كيشريو الذهب وكيخزنوه لدوير الزمان، يعني بوغ لي جور ديفيسيل الايام الصعبه. ملي كيتحزو على داك على الفلوس كيمشيو يبيعو داك الذهب وكيقضيو به الغراض ديالهم. واش مثلا هاد لاشا دي بيجو يمكن نديروها دابا؟ واش نتوما مع هاد الفكره او ضدها؟ حاليا هاد الفكره هادي ما بقاتش، يعني الذهب دائما الثمن ديالو كينقص، ما بقاتش الفكره بحال شحال هادي ديال خزدو فيه الفلوس، دابا غير كنضيعو فيه الفلوس. كل واحد كيشوف ثاني داكشي
من وجهه النظر ديالو. هادو هما اهم لي تام ديال هاد لي شابيتغ. يعني غتعاودوا ثاني تخدموا على لي تام اللي تصادفتوا معاهم في لي شابيتغ اللي قبل اللي ديجا قلت لكم، باش تزيدوا ترسخوا المعلومات ديالكم، وتعاودوا ثاني تشتغلوا على لي تام اللي هما جداد اللي خاصين بهاد ربعه ديال الفصول. باقي لينا فيديو واحد خاص بلي تام ديال لابوطا ميرفي واللي خاصين بالضبط بالبروديكسيون اكريت، غادي ان شاء الله نحط لكم في القريب العاجل في انتظار انكم تشتغلوا على هاد لي تام هادو. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. بالنسبه للناس اللي كتسول على الانستغرام ديالي، هو هذا، دخلوا اللوغو ديال الانستغرام اللي كاين الفوق في القناه، وغادي يديكم مباشره لهاد لاباج. غتلقاوني بديتها غير مؤخرا، كنجاوب فيها على لي كومونتير ديالكم، كنعطيكم معلومات على الروايات ديال الاولى والثانيه باك، وحتى الناس ديال باك ليبر ما نسيتهمش بيان سور، كنعطيكم معلومات على البروديكسيون اكريت. المهم دخلوا غتلقاو بزاف ديال الحوايج غادي يفيدكم، ومازال ان شاء الله غادي نحط المزيد من الفيديو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.